إن شاء الله راح نتكلم عن القرحة. في بحوث كثيرة كشفت في هذا المجال الأبحاث الطبية الحديثة أن مسببات القرحة الهضمية تتلخص في عاملين أساسيين: أن الإصابة ببكتيريا المعدة الحلزونية هذا أول عامل، وفي الغالبية العظمى من المرضى يعتبر وجود وتكاثر هذه البكتيريا في الطبقة، يعني في الطبقة المخاطية من بطانة المعدة، وهذا السبب الأساسي للقرحة. فهي طبعا تستطيع أن تتعايش مع حمض المعدة عن طريق فرز أنزيمات خاصة تحميها من الحمض. تعتبر هذه البكتيريا السبب الرئيسي في تكرار الإصابة بالقرحة ما لم تعالج طبعا، خاصة في الشرق. وأيضا من الضروري استخدام المضادات الحيوية المناسبة، لأن في بعض المجتمعات تتواجد هذه البكتيريا في مع نسبة كبيرة من الأفراد، ولكن دون إصابتهم بالقرحة. لذلك يعتقد يعني أكثر العلماء أن الإصابة بالقرحة تحدث إذا كان هناك استعداد وراثي للمريض، أيضا بالإضافة إلى أصناف معينة من هذه البكتيريا الحلزونية القادرة على إحداث الضرر. طبعا مو ليست كل البكتيريا تحدث أضرار. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.